كريم مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر وأشواطنا وتحيتنا تتجدد على مسامعكم. تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع تجدد أشواط مساء هذا اليوم في انطلاقات سن الثنايا. وصلنا إلى الشوط الرابع عشر في أشواط مساء هذه الليلة، يحمل الثنايا الأبكار المهجنات الأصايل في ختامية المرموم، في منشأ الأصايل في هذا النقل الحي والمباشر، شاشة دبي ريسنج وقناة ياسر الرياضية، الدوري والكاس وكل القنوات المتابعة لهذا المهرجان، مهرجان المرموم وانطلاقاته وتحدياته. انطلق هذا الشوط بالأعداد الكبيرة وبالنجومية في عالم الخليج، بالانطلاق والتحدي والأثار، الحاضرين القادمين إلى المرموم في هذا الاندفاع، خاص الشوط بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، أبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة، أتابع المراكز الأولى، وهذه حظوظ من تكسب حظوظ الفوز والناموس حتى هذه اللحظات، يقودها إلى هذا الموقع مبارك بن راشد بالمتفيج الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، بينما تليها في المركز الثاني أسرار عمير بن سهيل بن قزول الشامسي يأتي على المركز الثاني، ومن الجانب الثاني مطفية ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع فتاتينا فيه، وبنلقى في رابع المراكز الهدة من هد الهدة على المركز الرابع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الخامس خامس المراكز الانطلاق والأداء الجميل خليفة بن عبد الله بن محمد، ياتي الراعبية، هذه الراعبية مشاهدينا الأعزاء. هناك تدخلت في هذه اللحظات الراعبية خليفة بن عبد الله بن محمد القعود، يأتي بهذا الانطلاق ويتقدم، بينما هناك الدخول في هذه اللحظة على المركز السابع، وتدخلت في هذه اللحظة زاهية ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن ثامن المراكز هذه منصورة في المركز الثامن، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع تتواجد فيه وتتقدم طوع تاتي بهذا الاندفاع، مظفر بن محمد بن خموشة العامري ياتي في المركز التاسع. أما المركز العاشر هناك 31 اللي هي من الجانب الآخر السائحة عبد الله بن علي بن واصر اكتبي، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. ولكن خلف العشر المراكز يا ما ويا ما من هذا السيل، من الأصايل، من المهجنات، من المشاركة في المرموم، الكل حريص من أبناء دول مجلس التعاون الخليج على المشاركة في ميدان المرموم، بالذات في ميدان المرموم، في منشأ الأصايل في هذه الملتقى في أيام الشهر الفضيل في رمضان، في انطلاقات هذا المساء. عموما على كل حال أعود إلى المراكز الأولى، أتابع الشوط وانطلاقاته، هذه اللي انفردت مع بن رشيد، هذه مع بن رشيد عاشق السلال الشاهينية، راعي جميرة اللي عودهم على السلام بو مانع، عودهم بالإنجازات في هذه الرياضة والانطلاقات. هذه الهدة خليفة بن سلطان بن رشيد مقدم الهدة، وهي من هدة على المقدمة على الانفراد بالمركز الأول، يعني بدأت تقرب من منتصف المسافة من الأربعة كيلومترات، ولكن الهدة من فرده
باخذ المركز الثاني واشوف ثاني المراكز. هذه اسرار، اسرار عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي. ركز ركز يا عمير، ركز في هذا الاندفاع. المركز الثالث وصول في هذه اللحظة او مشاركة من البداية، من البداية. هذه الراعبية، الراعبية منافسة. نعم، خليفة بن عبد الله بن محمد القعود ياتي بهذا الاندفاع، يتقدم القعود بالمشاركة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع. اشكرك على هذا الاداء. بينما هناك زاهية، زاهية ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي، ايضا شعار معروف في هذه الرياضة. شوف نجومية وراعي صوغة بن عويض الخيالي وراعي صوغة بن خموش العامري. هذه الشعارات العملاق اللي تعطي نكهة تاريخ وانجازات وشخصيات جميلة ورائعة في عالم الأصايل، تستاهل كلمة الحق وتستاهل الأشادة. أخذك من النداء عموما على كل حال، وأخذ المركز السادس ليكمل الإذاعة للعشر. المركز السادس، المركز السادس، هذه منصورة، منصورة تأتي في المركز السادس. محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يأتي بهذا الاندفاع. المركز السابع، هناك المشاركة والتحدي على السابع المراكز بن سرداح. أشوف شعار هناك يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل. هناك تدخل من شعار الواثق حمد بن راهد بن غدير، يتدخل في هذه اللحظات وتحدي وانطلاق. هذه متعبة، وهناك مكتوم بن سعيد بن منانة أيضا يتدخل، ولكن أشوف الشعارات كلها واصلة. بعود مع مسار الشوط، بعود ليكمل النداء مع مسار الشوط في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. هذه اللي وصلت، اللي انطلقت هذه سجة، سجة سجة محمد بن هاشم بن راشد الخاطري يقدم سجة. بينما هناك وصلت الشبابية، راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي يقدم الشبابية المركز الثامن. من وصلت له في هذه اللحظات بنت فريح شطيط بن سالم بن راشد الكتبي. والمركز التاسع، هذه اللي وصلت على تاسع المراكز، مرعوشة راشد بن حمد بن يمعة الحكماني. والمركز العاشر 24، هذه تدخل اللي هي زعفرانة مطر بن خلف بن مطر بن علوان. هذه العشر المراكز دعتها إلى حضراتكم، بدأت الأمور، تغيرت الأمور، تغير مسار الشوط. حركوا الجماعة، وصلوا الجماعة غادمين، انحنى الميدان، بدأت الأمور. النقطة في المرموم ثمينة، أمنية كل مشارك من الأربعين والخمسين والستين المشاركين تسجل في تاريخه، في سجله، في النقطة في المرموم ثمين الزعفران على الأقل إذا ما يالفوز. عموما نتمنى التوفيق، هذه جهود ولا والرزق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. عموما نتابع المركز الأول، نسير مع الهد اللي من هد ومن فرد، من فرد بوابة العبور الاثنين كيلو متر، الاثنين كيلو متر مسافة يا جماعة، مسافة والله الاثنين كيلو، ولا تستعيلون. عموما على كل حال، الهد هناك، الهد خليفة بن سلطان بن رشيد على مقدمة الشوط وتقود الشوط بجدارة وبدون أوامر ومن فرده، ما أخذ مسافة. ولكن الهجوم، الهجوم وارد يا بن رشيد، يا بن رشيد دير بالك. الجماعة رافعين شعار نحن قادمون، نحن قادمون. لما الواحد ير الشوط وينفرد، والله تسير، تسير الشوط فيه في 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 تحرك، في تحرك. شوف 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 شوف، أول من قدم، أول من تقدم، أول من حرك، أول من اعطى الأوامر. هذه مرضية، مرضية عبد الله بن صويح بن سيف الكتبي تقدم وانطلق. ولكن هنا 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 زعفران مطر بن خلف بن علوان على المركز الثاني والرابع، الرابع في هذه اللحظات مشاهدي العزاء. هذه العبية، العبية الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم العبية. وهناك وصلت الجنوبية بعد العبية حمدان بن سعيد بن يابر تتقدم في هذه اللحظات. أوه
يا مسكت شوف الاسماء كلها وصلت، مسكت سالم سعيد بن غدير الكتبي، اوه تركيز، ركزوا على تركيز بن هيان راعي اليمشى وشعاره، حمد بن هيان العامري، ولكن رغم هذا التحرك أهل جميرة من فردين، أهل جميرة من فردين، بمانع على مقدمة الشوط على المركز الأول، الهدى 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 بأداء جميل بانطلاقة رائعة، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم الهدى في هذا الانفراد بدون منافس بالرغم من هذا السيل وهذه الأسماء، ولكنها من فرده ولكن زعفرانه، مطر بن خلف بن علوان بن علوان بن علوان بن علوان، الله ايضا تاريخ بن علوان وشعار حول المركز الثاني، الله ولكن بن رشيد راح راعي الهده، راح عطاها عصا بعد 400 متر وخلاص، من فرده بالمركز الاول، مشكور يا اليحافي، مشكور كذلك اللي هو اعطوني اسمه اليحافي حميد بن رامس، حميد بن رامس يستاهل لانه بذل جهود في التضمير كذلك، تهانينا لابو مانع، تهانينا خليفه بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز وهذا الناموس والهده اللي قدمت اداء جميل في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع المركز الثاني، ثاني المراكز بنشوف من وصل ثاني، تنافس حتى هذه اللحظة، زعفرانة لبن علوان حلت في المركز الثاني، المركز الثالث من وصلت في مشاهدة المنصور العلي بن حمود بن علي الظاهري، الرابعة المركز الرابع فدا لسعادة محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، والمركز الخامس مسكته سالم بسعيد بن غدي الكتبي، هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة، ولكن الهدى هذه على الشاشة، شكرا مخرجنا 12 دقيقة يا جماعة و24 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل تقريبا إذا صح الكلام، الأفضل يستاهل بمانع، تهانينا خليفة بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز وهذا الأداء اللي قدمته، الهدى بينما المركز الثاني 12 دقيقة 33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، زعفران مشاهدينا قدمت هذا الأداء، المطر بن خلف بن علوان الكتبي، والمركز الثالث 12 دقيقة 33 و9 أجزاء من الثانية مع علي بن حمود بن علي الظاهري اللي قدم منصورة، هكذا تهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام.